بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه رحمة وهدى ونورا. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة قرآنية جديدة ومجلس قرآني جديد مع التلاوة لآيات الكتاب العزيز. نستكمل إن شاء الله تعالى تعلم أحكام التجويد لآيات سورة التحريم. نرحب معا بضيفنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. مرحبا بكم فضيلة الشيخ خالد. يا أهلا وسهلا ومرحبا. أعزائي المشاهدين، بالأمس تعلمنا الآية الخامسة من سورة التحريم، تعلمنا أحكام التجويد وكيف نقف والإخفاء وكذلك الإدغام والغنن، واليوم بإذن الله تعالى مع آية جديدة الآية السادسة. نسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد والرعاية والرشاد في التعلم لهذا العلم النافع، علم القرآن الكريم. وسنستمع بإذن الله تعالى للآية السادسة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وأرجو أن نستمع إلى الآية الكريمة بقلوبنا قبل آذاننا حتى نرزق وإياكم الخشوع والسكينة والطمأنينة والبشر والسرور إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. هيا أعزائي المشاهدين، نستحضر معا النية، نية تيسير الله تعالى لنا ولكم في تعلم القرآن الكريم، وأن ندعو الله تعالى بداية بإذن الله نحن وأنتم أن يوفقنا الله تعالى في هذا التعلم، وأن نكون على يقين بإجابة الدعاء بإذن الله تعالى. مع التعليم إن شاء الله نتعلم التجويد نظريا وعلميا أولا، وإن شاء الله سنتبع ذلك بتلقي اتصالاتكم. فضيلة الشيخ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فمع الحروف المفردة للذكر الحكيم أخذنا منها ما كان من ألف باء تاء، وانتبه للتاء تاء المفردة سأكتبها وحدها لعلة ستراها. ها هي التاء هكذا، تذكر هذه، والتاء أيضا تكتب هكذا، والتاء أيضا تكتب هكذا. ثاء ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال زاء أو زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين ثاء قاف كاف لام ميم. وقبل أن نصل للحرف الذي معنا اليوم من جديد، هل تذكر الكاف؟ الكاف أخذناها هكذا، وقد تراها هكذا، وقد تراها هكذا، واليوم مع ماذا؟ مع حرف نون، هكذا ينطق نون، كيف يكتب؟ هكذا. ولاحظ، يجب أن يكون الاستدارة والطبق ما نسميه لأبنائنا الصغار تحت السطر، ليس كالتاء. واضح؟ نون هكذا ينطق. إذن
إذا أردنا أن ننظر لهذه الحروف نظرة ثانية عملية وانتبه لكلامي، أقول حروف الهجاء مفردة. ما معنى مفردة؟ يعني كل حرف واحد فقط لا غير. احنا خدنا التاء وعرفنا شكلها كده وهي مكتوبة على السطر لأن القلم ينجر بها وتكتب مبسوطة مفرودة على السطر، اللي بنقول لأبنائنا الصغار طبق وفوقه ثمرتان. جميل. ايه بقى التاء الأخرى التانية ديت؟ تعالى كده لو نظرنا في آيات اليوم، نعم فالآية بها آيات. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة والرة. أنا عايزك توصل. وقودها الناس والحجارة تعا. يبقى تصل بتاء ولا تصل بهاء؟ يبقى أدي شكل من أشكال التاء، إما أن تكون مبسوطة وإما أن تكون مربوطة. وخلي بالك لما بتوضع دائرة كده وفوقيها نقطتين يبقى دي تاء، اوعى يلتبس عليك. طيب اللي تحتيها دي اللي احنا خدناها اللي أشبه كده بالهاء بس برضو فوقيها نقطتين معايا النهاردة، عليها ملائكة. ده أنا وقفت بالهاء، أنا عايزك توصل. عليها ملائكة غلاظ ولا ملائكة تن تن؟ آه بالتاء. يبقى دي كده عندي التاء. ضيف بقى للي احنا خدناه من التاء المفردة هذا الشكل وهذا الشكل. طيب الكاف في آخر الكلمة الشكل الأول هذا، وقد تكون هذا أيضا كذلك في أول الكلمة أو في الوسط اللي هو اتنين ده، تلاتة الشكل ده في الوسط غالبا. وطبعا كتاب المصاحف والكاتب أو الخطاط حر في الشكل الذي يختار. تعال اقرأ كده مع الآية كده. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، هتجدها يا بالشكل ده أو بالشكل ده، يا اتنين أو تلاتة. طيب أهليكم، فخلي بالك بقى دي أشكال إيه؟ الكاف. إنما الشكل رقم واحد ده لما يكون مفردة أو في آخر الكلمة، فخلي بالك معايا من هذا الحرف جيدا. يبقى النهاردة خدنا حرف جديد هو النون، خلاص. وخدنا إيه كمان؟ التاء المفتوحة. وافتكر الكلام ده كويس علشان هيجي لنا في السورة دي برضو بس قدام شوية مش دلوقتي. يبقى احنا خدنا التاء الايه؟ المفتوحة. ولو نسيت افتكر مسلمات مؤمنات قانتات تائبات، اخر كل كلمة ايه؟ اهي التاء الايه؟ المبسوطة او التاء المفتوحة دي. قريبة مش بعيدة. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات. كلام كده واضح؟ وضح التاء كحرف مفرد، وضح الكاف كحرف مفرد، وضح النون كحرف مفرد، وينطق هكذا نون. ليه بقول كده؟ علشان احنا خدنا لو تفتكر اول سورة القلم نون والقلم وما يسطرون. جميل. مستعد للسفر؟ جهز السيارة كويس. بقدر قوة سيارتك وتحملها تستطيع أن تستغني عن الاستراحات في الطريق. مش من عندي على فكرة، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن قارئ القرآن الحال المرتحل. حال يعني بيقضي وبيمشي مسافة وبيقف يستريح ويبدأ يبتدئ ويواصل من جديد. فأخذت هذا من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي وغيره مع آيتنا. فهل
قوة سيارتك كقوة، أقصد بالسيارة النفس، كمثل الذي سمعنا سيدنا قسم الآية على مرتين. طيب دي هتحطني زي الآية السابقة ويبقى الكل في موقف للضرار؟ لا 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 لا، آية اليوم من قبيل الوقف لاختياري. تاني، الاختيار بالياء، الاختياري، يعني انت حر بس هدلك على الاماكن الحسنة بقدر قوة نفسك تحتاج الى بعض الاستراحات او لا تحتاج، بقدر القوة ستظهر في التلاوة. ازاي يعني؟ سيدنا حينما قرأ قسم الآية إلى قسمين. طيب أنا ضعيف جدا والحكمة الضعيف أمير الركب، فهل من وقوف حسنة يستطيع القارئ أن يستريح فيها وأن يستلذ بالمعنى كما استلذ بالمعنى من سيدنا؟ نعم، وهذا من جمال القرآن وحلاوته وطلاوته. إزاي يعني؟ شوف كده، والحق تبارك وتعالى ينادي على أمة الإسلام بعد أن ساق لهم موقفا حياتيا من حياة سيد الأنام. بعد أن آنسنا هذا الموقف، هل لك أن تتأسى به وأن تقي نفسك من النار؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وهذا أول حل، أول استراحة، خلاص؟ طيب، وقودها الناس والحجارة، وصف لهذه النار، تحذير أن نكون من وقودها. وصف آخر للقائمين عليها في مقام الثناء والمدح، عليها ملائكة غلاظ شداد. غلاظ شداد، غليظ قسوة، شديد قوة في المعاملة. هل هذا ثناء؟ اصبر، لماذا وكيف يكون هذا ثناء؟ لأن الله تعالى يعلم كل نفس وما تدور فيها وما جلبت عليه من حب ضد الغلظة. قسوة، غلظة، تحب الرحمة، لا تحب المعاملة الشديدة، تحب المعاملة اللينة. لكن هؤلاء أثنى الله عليهم بذلك تعريضا بمن يخالف أمر الله وأمر رسوله. قال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أرأيت كيف الحل والترحال تلاوة؟ أرأيت كيف يكون الوقف والابتداء الحسن؟ تعيش مع الآية، تنظر فيها وكأنها توجه لي ولك ولكل فرد من هذه الأمة: هؤلاء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فماذا فعلت أنت وأنت وأنت؟ هل اتبعت؟ أرأيت كيف كان الوقف والابتداء مع التلاوة؟ ألذ وأطعم وأحسن؟ لا، ليس هناك حسن وأحسن، الكل جميل، ولكن هذا لضعيف النفس. إذن تقسيم الجمل، الآية تقسم على خمس لضعيف النفس. الجملة الأولى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هي مقسمة بحسب الترتيب اللغوي من حيث الجمل التامة لفظا، ولكنها أي الجمل الخمس كلها متعلقة ببعضها لفظا ومعنى، ولكن حتى لا تقف في موقف يكون فيه نظر أو يوهم السامع بخلاف المعنى، كمن يقرأ مثلا: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم، ويقف عند أهليكم، يبدأ: نارا وقودها الناس والحجارة عليها، عليها ملائكة غلاظ شداد. لا، كيف يكون هكذا؟ كيف يكون ملائكة غلاظ شداد؟ لا،
إذن لو أنك قسمت الأمر وعلمت المراحل التي ستقف فيها بالضبط كالمسافر الذي يعي قدرة سيارته جيدا ويعلم كم استراحة سيستريح فيها حتى لا يجهد نفسه ولا يجهد السيارة ولا يتعرض لمخاطر الطريق، ومخاطرنا قبح المعنى، فانتبه. بعد حروف الذكر، بعد تقسيم الآية وقفا وابتداء مع بعض الأحكام التي معنا في الآية، معنا كلمة غلاظ، وهي من الكلمات التي كتبت بالظاء ونص عليها أنها تأتي في كتاب الله بالظاء، فلا تخلط بأي حرف آخر لا من قريب أو من بعيد، فقد علمت أن الغلظة هي القسوة، فإياك أن تبدل الظاء ذالا أو تبدلها بحرف آخر. وقد نص على هذه الكلمة الإمام ابن الجزري في المقدمة إذ يقول: والضاد باستطالة ومخرج ميز من الظاء وكلها تجي، إلى أن يقول: أي تجي هذه الكلمات المخصوصات بحرف الظاء في كتاب الله حيث تصرفت، إلى أن يقول: أغلظ ظلام ظفر، أغلظ وما تصرف منها. غلاظ جمع، غليظ استغلظ، إلى آخر ما جاء في كتاب الله. كم مرة؟ 13 موضعا، الأول بآل عمران والأخير بالتحريم، سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. إذن هذا حكم خاص بكلمة. نأتي إلى الآية من أولها. أولا الاستعاذة فلا تنسى، ثم البسملة فلا تنسى، فأنت في مقام تحصيل الخيرات والحسنات. ولنبتدئ مع قوله: يا أيها الذين آمنوا، مد منفصل حكما لا رسما. أصل الكلمة هكذا: يا حرف مستقل، وأي حرف مستقل، وها حرف مستقل، ولكن الرسم جاء بكل هؤلاء كلمة واحدة، فعليك أن تراعي ذلك جيدا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، عافانا الله وإياكم ووقانا وإياكم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ خالد. أعزائي المشاهدين، بعد أن تعرفنا على رسم النون وأماكن الوقف والابتداء وكذلك بعض أحكام التجويد، سنبدأ بإذن الله تعالى في تلاوة الكتاب العزيز الآية 6 من سورة التحريم بعد هذا الفاصل القصير. أعزائي المشاهدين، نجدد لكم التحية من روضاتنا القرآنية مع الآية 6 من سورة التحريم. هيا أعزائي المشاهدين نفتح المصاحف ونبدأ في التجارة الرابحة، تلاوة القرآن الكريم مع تدبر الآيات وكذلك تنفيذ ما نقرأ بإذن الله تعالى. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. معنا الأستاذة إنصاف من إسماعيلية، تفضلي يا أستاذة إنصاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
الله يفتح عليك انصاف، بس خلي بالك في حروف التكليت عليها ملائكة، كلمة عليها الحرف المد في الآخر، فنخلي بالنا من الحروف والمد الطبيعي لا يبتر يا أستاذة انصاف وتابعينا. بارك الله فيك يا أستاذ أنصاف. أعزائي المشاهدين، أرجو أن احنا نظهر أثناء التلاوة يعني ما شرحه فضيلة الشيخ عشان نشوف كده نتبارى في حسن وإتقان التلاوة بإذن الله. معنا أم ياسر من القاهرة، تفضلي يا أم ياسر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا، كونوا أنفسكم وأهليكم نارا يقودها الناس والحجارة يا أم ياسر سمعاني؟ نعم. يا أم ياسر. طيب. طيب. قو أنفسكم. نعم. قولي ورايا. قو أنفسكم. كون أنفسكم. لا مش كون. قو أ. كون أنفسكم. يا أم ياسر. نعم. سمعاني يا أمي؟ أيوة سمعاني. جميل. قو. كونوا. لا أنا أقول قو قو. كونوا. قو 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 بس ما فيش نون. قو. كون. أيوة كده. قو. أنفسكم. أنفسكم. وأهليكم نارا. وأهليكم نارا. أيوة. وقودها. يقودها. لا لا وا وا بالواو. وقودها. ويقودها. الناس. الناس. والحجارة. والحجارة. عليها. عليها ملائكة غلاظ شداد. لا يعصون الله ما أمرهم. الله أمرهم ويفعلون ما يأمرون. ما يؤمرون. ما يؤمرون. ربنا يبارك فيك يا أم ياسر وتابعينا. أنا بشكرك يا أم ياسر على اتصالك بينا، وأرجو إن أنت تتحمسي وتستمري معانا عشان إن شاء الله نبقى أحسن وأحسن بإذن الله. معانا أم أسماء من القاهرة، اتفضلي يا أم أسماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقودها. وقودها الناس والحجارة. عليها ملائكة. عليها. عليها ملائكة. لا عليها في بعد الهاء ألف يا أم أسماء. عليها ملائكة. عليها ملائكة. أيوة. غلاظ شداد لا يعصون الله. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ربنا يبارك فيك يا أم أسماء. تابعينا. بارك الله فيك يا أم أسماء. شيخنا بالنسبة لوقودها الناس والحجارة، هل في بضم الواو قراءة أو تلاوة أو رواية أخرى؟ وقودها فقط. فقط. نعم. وقودها. نعم. وقودها الناس والحجارة. نعم. بالنسبة شيخنا احنا شوفنا خدنا هنا المدود، حضرتك قلت لنا يا أيها. نعم. مد منفصل حكما لا رسما. نعم. لأن يا كلمة في الأصل وأيها كلمة أخرى. نعم. ولكنها في الرسم كتبت كلمة واحدة، فهذا مد منفصل يمد أربع حركات من طريق الشاطبية هكذا كما نقرأ نحن الآن. طب قو أنفسكم هذا مد منفصل حقيقة. نعم. وحكما لا رسما، يعني منفصل رسم. نعم. قو كلمة وأنفسكم كلمة. فلاحظ معي أن كلمة قو آخرها واو، وأنفسكم أولها همز، فهنا المد معي منفصل حقيقة لا حكما، فانتبه لذلك. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. الأخ أحمد من المنيا، تفضل يا شيخ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذ أمال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد
يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك يا عم الشيخ أحمد، وفي غنة عدت منك يبقى خلي بالك. بارك الله فيك يا شيخ احمد، ما شاء الله انت غيرت الاداء النهارده، بدل ما كنت بتقرا مجود قرات النهارده مرتل، ربنا يبارك فيك. نستكمل الشرح فضيله الشيخ. نعم. اذا علينا ان ننتبه لمثل ما سمعنا من ذي قبل. يقرا دون ان يعي اين سيقف، هل سيسافر احد بدون ان يستعد؟ استعد وانت تقرا هذه الايه، اعرف اين سابدا واين سانتهي. هكذا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، النفس انتهى ماشي، ده اضطرار. أبدأ قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كده الجملة تمت إعرابا، فنخلي بالنا من حيث الجملة وتمامها، فنخلي بالنا. أبدأ وقودها الناس والحجارة، أدي برضو جملة تامة أي إعرابا، نخلي بالنا. عليها ملائكة غلاظ شداد، دي جملة برضو كذلك خلي بالك، جملة إعرابية تامة. لا يعصون الله ما أمرهم، جملة تامة. ويفعلون ما يؤمرون، جملة تامة. أنا بدلك على أماكن الجمل التي تمت من حيث الإعراب، جملة مستقلة بذاتها، المعنى متواصل. ليه بقول لك كده؟ علشان ما تقفش وقف غير سليم. البعض كان بيقرأ من شوية، سمعنا يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم، فيجي في مد يمد ومدش الثاني ويقف كمان، يعني لا حكم تجويدي منضبط ولا وقف كمان غير صحيح. فيقف أهليكم ويبدأ نارا وقودها الناس والحجارة، فنخلي بالنا من هذه الأشياء وهي هامة جدا. ربنا يبارك فيكم. معنا الحاجة أم رامي من الجيزة، تفضلي حاجة أم رامي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أم رامي، أخبار الجمل معاكي وانت بتقرأي الأمر مستريح ولا صعب عليكي؟ لا الحمد لله يا سيدي. جميل، نخلي بالنا بقى من بعض الأحكام. كلمة نارا نقف كده، نارا تقف إزاي؟ نارا. جميل. شداد لما نقف نقلقل الدال نقول إيه؟ شداد. شداد. ربنا يبارك فيك يا أم رامي، أحسنت. الله يفتح عليكي. الله يفتح عليك يا أم رامي، بارك الله فيك. نستكمل يا شيخنا الشرح. نعم. فنخلي بالنا مما سبق من تلاوات، من لا يلتزم بالوقف فيقف قبل نهاية الجملة ويجيب كملة منها ويخش على الجملة اللي بعديها والمعنى لا ينضبط معاه، وبالتالي المعنى في السياق مش هيكون واضح معاه، بل بالعكس ممكن يفهم معنى خطأ من الآية. فنخلي بالنا من دي جدا، ده رقم واحد. اتنين، المد اللي عندي في الآيات فين؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، أدي كده اتنين، يبقى ده أول واحد يا أيها، وهمد أربعة، قوا أنفسكم وهمد أربعة، اسمه إيه؟ مد منفصل. الأول حقيقة ولا حكما؟ لا ده الأول حكما. طب والتاني؟ حقيقي ورسم قدام، جميل أوي كده. طيب، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ، أدي المد الثالث. يبقى عندي الأول منفصل، الثاني منفصل، الثالث اسمه متصل. بمد في الأول والثاني والثالث أربع حركات، فنخلي بالنا دي كويس. في مدود تانية؟ لا مفيش. ليه؟ لا يعصون الله ما أمرهم، ده في تانية هوت. يبقى أنا عندي كده كان موقع أربعة، واحد يا أيها، اثنين قوا أنفسكم، ثلاثة ملائكة، أربعة ما أمرهم، في حاجة تاني؟ ويفعلون ما يؤمرون. جميل. الأخير دوت بتمدوا حركتين أربعة أو ستة، أنت حر، لكن بدلك الوقت على الأماكن التي يجب ألا يقل المد فيها عن أربع حركات. واجب فين؟ ملائكة. جائز فين؟ يا أيها، قوا أنفسكم ما أمرهم. فتخلي بالك من هذه الأماكن وأماكن المد فيها كويس عشان ما تنساش. ربنا يبارك فيكم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأستاذة هدى من اسكندرية، تفضلي يا أستاذة هدى. ايوه اتفضلي قراءه يا فندم.
أيوة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة معلش. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما شاء الله، ربنا يبارك فيك، مذاكرة كويس اللي احنا قلناه، ربنا يبارك فيك. نزود بقى حاجة بسيطة، أماكن الغنة نديها حقها شوية، إنما اللي احنا قلناه ما شاء الله عليك طبقتيه بالضبط، ربنا يبارك فيك. نخلي بالنا من أماكن الغنة نعطيها حقها شوية. أنفسكم حركتين، فنخلي بالنا من أماكن الغنة. ربنا يبارك فيك يا رب يا حاجة هدى. ربنا يبارك فيك يا أستاذ هدى، وأنا بشكرك على إتقانك للي قاله الشيخ إن شاء الله، ومن حسن لأحسن بإذن الله. نعم. كمل يا شيخنا الشرح. إذن بعد أن عرفنا أماكن المد ننتقل إلى أماكن الغنة معنا في هذه الآية. في الجملة الأولى، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، أدي واحد، أنفسكم وأهليكم نارا، دائما وقفنا. يبقى إذن الجملة الأولى فيها غنة واحدة فقط، فين؟ أنفسكم. فين مكانها؟ النون التي بعدها الفاء مباشرة من كلمة أنفسكم. الاسم ده إيه؟ الحكم ده اسمه إيه؟ اسمه إخفاء حقيقي، فخلي بالك. طيب أنا هوصل كلمة نارا بما بعدها، مش هقف. يبقى إذن إذا وقفت لا غنة. طيب هوصل، هقول نارا و، يبقى عند الوصل في غنة. وبرقم اتنين لو وصلت. طيب نعم صح. الأستاذة وفاء من بورسعيد، اتفضلي يا أستاذة وفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. يا أستاذ وفاء. أيوة. ملائكة ملائكة غلاظ شداد. أيوة غلاظ شداد. غلاظ شداد. أيوة. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما شاء الله عليك، ربنا يبارك فيك، أحسن تبعينا. ربنا يبارك فيك يا أستاذ وفاء. أعزائي المشاهدين، علينا أن نجد ونجتهد مع القرآن الكريم، وألا نكتفي بالقليل أبدا، بل نستكثر بإذن الله، فبإذن الله الأجر مضاعف وزيادة والخير كثير بإذن الله. بعد هذا الفاصل نستكمل مع حضراتكم الاتصالات الهاتفية، فانتظرونا. أعزائي المشاهدين، نجدد لكم التحية من روضاتنا القرآنية مع آيات الكتاب العزيز تذكرة المتقين وحق اليقين، مع آيات سورة التحريم الآية السادسة. نتلقى الآية ونتلوها على فضيلة الشيخ خالد. معنا أم فريدة من القاهرة، تفضلي يا أم فريدة. طيب للأسف انقطع الاتصال. طيب شيخنا الكريم نكمل الشرح إن شاء الله. نعم. إذن وصلنا إلى قوله عز وجل قوا أنفسكم، الغنة الأولى في كلمة أنفسكم، الاسم الحكم ده إيه؟ اسمه إخفاء حقيقي. طيب نارا عند الوقف ليس فيها غنة، أما إذا وصلنا كلمة نارا بما بعدها أصبح معي تنوين بعده واو في غنة. الغنة متى تأتي؟ عند وصل كلمة نارا بكلمة وقودها، هكذا نارا و، وقفت ما فيش غنة، وصلنا أصبحت الغنة بين الكلمتين واقعة. أما كلمة أنفسكم الغنة معي إذا وقفت على الكلمة
أو وصلتها ما بعدها معي في الحالتين، أي إذا وقفت وإذا وصلت. جميل. وقودها الناس، بص كده كلمة الناس كويس، هل بها حروف هجاء لم تسمعها مني؟ نعم، بها ألف في الأول ما قلتهوش، وفي لام ما قلتهاش، قلت وقودهن، وقودهن الناس، فين اللام وفين الألف؟ الألف لا وجود له. ليه؟ ده اسمه همز وصل أو ألف وصل، لا ينطق أثناء وصل الكلام، بس كلام على الغنة. ليه؟ أين ذهبت اللام؟ أدغمت في النون. خلي بالك بقى، اللام أدغمت فين؟ في النون. طيب اللام حينما أدغمت في النون لابد أن تحول إلى نون، ثم أدغمت النون في النون فأصبحت نون مشددة. نون إيه؟ مشددة. يبقى إذن النون المشددة حينما تراها لابد أن يكون فيها غنة واضحة جلية هكذا. الناس، اوعى تقول النون في كلمة الناس مثل نون أنفسكم، لا، هذه نون أخفيت، هنا نون بها غنة واضحة في أعلى مراتبها. خلي بالك، دي غنة، ونارا وقودها غنة، وكلمة الناس في غنة، بس أعلى مراتب الغنة وضوحا فيما سبق فين؟ كلمة الناس. فخلي بالك بقى من دي كويس. يبقى كده عندي أنفسكم، نارا و لو وصلت، وقودها الناس. بارك الله فيك فضيل الشيخ. معانا الحاجة فردوس من القرر. اتفضلي يا حاجة فردوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم عليكم السلام يا أمي، أهلا وسهلا. كل سنة وحضرتك طيبين. حضرتك طيبة يا أمي، اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقودها الناس. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة. عليها ملائكة. عليها ملائكة. ملائكة أربعة. أربع حركات. أيوة، عليها ملائكة غلاظ شداد. واحدة واحدة يا أمي. أيوة. ملائكة غلاظ شداد. ملائكة غلاظ شداد. شداد. أيوة. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. ما يؤمرون. ما يؤمرون. بس ما ينفعش أبدأ ما أمرهم، أقول لا يعصون الله وأقف على ما أمرهم، لكن ما أبدأش بيها، ما أبدأش ما أمرهم، عشان ممكن توهم السامع خلاف المعنى المطلوب. عشان كده نبهنا في أول الحلقة على الجمل التامة التي توضح المعنى، فنخلي بالنا. يبقى لما أجي أبدأ أقول لا يعصون الله ما أمرهم، وأبدأ ويفعلون ما يؤمرون. وربنا يبارك فيك يا حاجة فردوس. لا يعصون الله ما أمرهم. أيوة. ويفعلون ما يؤمر. كده المعنى بقى واضح وتمام، هو ده المراد من قول الله. نعم، بارك الله فيك يا حاجة فردوس. معنا أم تامر من الجيزة، اتفضلي يا أم تامر. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والحجارة يا أم تامر. والحجارة. أيوة. والحجارة. لا، راء بآخرها ألف، لكن دي تاء مربوطة. الحجارة. والحجارة. أيوة كده. عليها ملائكة غلاظ شدادة. لا، شداد. شداد. أيوة. لا يعصون الله ما أمرهم. هي كلمة يعصون يا أم تامر بالسين ولا بالصاد؟ يعصون. لا يعصون الله ما أمرهم. أيوة. ويفعلون ما يؤمرون. ربنا يبارك فيك يا أم تامر، بس رجاء بعد كده نخلي بالنا نستعيذ ونبسمل عشان ده مقام تعليم. ربنا يبارك فيك يا أم تامر. رجعت لنا أم فريدة تاني، اتفضلي يا أم فريدة مع الاستعاذة والبسملة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة والحجارة. أيوة. أيوة. بيني التاء المربوطة في الآخر. الحجارة. أيوة كده. عليها في حرف مد. عليها ملائكة غلاظ شداد. كمان مرة بس بالراحة كده. ملائكة غلاظ شداد. أيوة. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ربنا يبارك فيكي ونخلي بالنا من مكان المد. العظيم. الله يفتح عليك يا أم فريدة ونخلي بالنا من أماكن المد. ربنا يبارك فيكي. ما أنا أم إسلام من الجيزة. تفضلي يا أم إسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. يا أم إسلام، كلمة عليها آخرها مد طبيعي، يبان عليها ملائكة غلاظ شداد. نعم. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. جميل. ربنا يبارك فيك. الله العظيم. ربنا يبارك فيك يا أم إسلام. معانا أبو حسام. وحسام تفضل يا أبو حسام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. عليها ملائكة. في ألف في آخر كلمة عليها. عليها ملائكة. أيوة. غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ربنا يبارك فيك يا أستاذ أبو حسام، وما تجيش على نفسك. ده رقم واحد. رقم اتنين، انت الوقت الحمد لله زبطت التشكيل وزبطت الحروف من الطبيعي. عايزين بقى نظبط اماكن الغنة فين، فنخلي بالنا منها وتابعنا. ربنا يبارك فيك. اتفضل يا حسام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما شاء الله يا حسام. الله يفتح لك يا ابني. الله يفتح عليك يا حسام. ما شاء الله. ربنا يبارك فيك. معنا أم تامر من الدقهلية. تفضلي يا أم تامر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أمي تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم يا أم تامر وأهليكم نارا يا أم تامر نعم قوا أنفسكم نعم. قوا
نعم سمعني قلتها ازاي كلمة قو؟ قو أنفسكم. حاضر. قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. لا يعصون الله. لا يعصون الله ما أمرهم. ويفعلون ما يؤمرون. ربنا يبارك فيك يا أم تامر. بس نخلي بالنا بقى من التشكيل. ربنا يبارك فيك. ركزي على التشكيل يا ام تامر وربنا يبارك فيك. معانا محمد من اسيوط. اتفضل استاذ محمد بسرعه بعد اذنك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما شاء الله. الله يبارك فيك استاذ محمد. احسنت. بارك الله فيك استاذ محمد. موفق. اعزائي المشاهدين كان اخر اتصال مع حضرتكم. شيخنا ما بقاش وقت للتلاوه باذن الله. نعم. فنستمع للتلاوه الكريم. نعم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ خالد. أعزائي المشاهدين باسمي واسمكم نشكر فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. شكرا لكم إخواتنا أعزائي المشاهدين. ربنا يبارك فيكم وإلى الحلقة القادمة في السبت القادم بإذن الله تعالى. نترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.